فدينا بجد ترحيبي بكل حضراتكم. يمكن الفترة الأخيرة كانت الأمر اللي بيتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو هو كمان اللي بيتصدر وسائل التواصل الاجتماعي هي فكرة الخوف من حدوث تسونامي في البحر المتوسط. في شائعات كتير طلعت في الموضوع ده، في ناس كتير حللوا الموضوع، لكن احنا عايزين ناخد المعلومة من مصدرها الأساسي ونعرف هل ده ليه علاقة بفكرة انحسار مياه الشواطئ زي ما كان بيردد من قبل انه هي سبب في فكرة تسونامي البحر المتوسط، وهل أصلا في تسونامي البحر المتوسط. ويمكن كمان الكلام ده بيجي بالتزامن مع وقوع زلازل في أكتر من منطقة، طب أصلا الزلزال ليه علاقة بفكرة تسونامي ولا لأ، ومصر هنا موقفها ايه؟ هل مصر برضو من الدول اللي معرضة انها يكون يصيبها تسونامي او زلزال؟ خلينا نعرف ونحسم الجدل اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي زي ما قلنا من مصدر المعلومة الاساسي. فاحنا معانا دلوقتي هاتفيا طه رابح، الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية وايضا رئيس قسم المغناطيسي بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير وارحب بحضرتك، منورنا. يا اهلا وسهلا يا فندم. بس تصحيح للتايتل، هو انا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. تمام، اعذرني يا فندم. تمام، برحب لا بحضرتك من جديد. يا اهلا وسهلا يا فندم. هو بالنسبه لعمليه انحسار المياه ده نتيجه عمليات مد وجزر وتغيرات مناخيه عاديه خالص. احنا متابعين عمليه الزلازل في البحرين او على مستوى مصر كلها، فما فيش اي حاجه بتدل على ان هناك في حاجات غير نمطيه، زلازل غير نمطيه هتحدث في المنطقه. طيب هو يعني لو احنا رجعنا لأصل الموضوع، هو ايه اللي حصل، او يمكن ده السؤال اللي يكون ابرز دلوقتي، هو اصلا ايه اللي حصل عشان نقول فجأة انه احنا خايفين من تسونامي، انه في اغلاق للشواطئ، في انحسار لمياه البحر المتوسط، هو ايه اللي حصل اصلا في البداية؟ اللي حصل ان هو المنجم الهولندي ده طبعا بيطلع يكتب على صفحته، وطبعا الناس متابعاه وبتمشي ورا تنجيمه، هو على طول السنة عمال ينجم، ما حصلش في الوقت بتاع ده زلزال ينجم في فترة تانية وينجم في فترة تالتة وينجم على طول السنة لغاية ما تصدف ان معاه زلزال. فطبعا حصل معاه في الاسلوب بتاعه ده زلزال تركيا، ولما حصل زلزال تركيا كان حصل بعض التغيرات في امواج المد والجزر في مياه البحر، ولكن ده ما كانش نتيجة الزلزال، كان نتيجة عمليات مد وجزر عادية وتغيرات مناخية. او في كمان ناس ممكن يكونوا رابطينها بفكره تنبؤه بزلزال تركيا، وعشان كده طبعا هو ده غلط، احنا برضو بنأكد على المعلومه دي. حتى زلزال تركيا القوي لم يحدث منه تسونامي. طيب احنا برضو خلينا نرجع تاني لنقطه، هل مصر ممكن مع التغيرات المناخيه، اسمح لي بس في البدايه اسال حضرتك، هل التغيرات المناخيه ليها علاقه بفكره الزلازل او تسونامي، والتسونامي ليه علاقه بالزلازل؟ لا، التغيرات المناخية ملهاش علاقة بالتسونامي ولا بالزلازل. التسونامي فقط مرتبط بالزلازل اللي هي تتخطى 7 ماجنتود ولما تكون في قلب البحر المتوسط. مفهوم، تمام. لا، وبيبدأ يعني بيبدأ على حسب شدتها، وممكن يكون شدتها ضعيفة، لكن هو موجود. التسونامي مرتبط دايما بالبحر والمحيطات في المقام الأول، وبعدين البحار احتمالية وقوعها برضو موجود، لكن إذا تخطى الزلزال الحد 7 واحنا طالعين 8 أو 9 تمام، يعني ده احنا نقدر نقدر نقول ان نوصل. في تسونامي. طيب احنا عندنا في زلازل موجوده في البحر، الزلازل على مدار الساعه موجوده، يعني موجوده طول الايام، طولة الايام موجوده، بنرصد زلازل على مستوى العالم، ممكن تحصي 100 زلزال في اليوم الواحد على مستوى العالم. صح، احنا حتى الشهر ده بنتكلم على مثلا زلزال في ساحل بيرو، زلزال شرق طوكيو، زلزال قرابة سواحل المكسيك، ده كل ده في شهر واحد، فده بس اعتقد ده طبيعي. قيسي حضرتك قوة الزلازل اللي هناك باللي بتحصل عندنا. احنا عندنا تلاقيها 1 أو 2، إن حصل 1 أو 2، يوم ما يبدأ الناس تبدأ تنتبه لها شوية بتبقى 3، لكن هو الزلازل ده أمر طبيعي على مستوى سطح الكرة الأرضية. ده الأرض نتيجة تحركات الصفائح التكتونية، وده شيء طبيعي خالص. لكن هل منطقتنا بالنسبة لتقارن بالمناطق التانية،
احنا اقل من متوسطات المناطق التانية بكتير جدا، وبنقول للناس لا تقلقوا، واحنا على مدار الساعة بنرصد لكم الزلازل، وحتى بنرصد لكم الاحساس بالزلازل، حتى بنرصد اي تحرك في القشرة الارضية، وعندنا امكانية ان احنا بننبه الناس، بنقول يا جماعة في خطر، ده مسؤوليتنا احنا، لان عندنا نبطشيات 24 ساعة، صح. فلما يكون في حاجة فيها خطورة على المواطنين من باب اولى احنا اللي بنخاف على المواطنين بتوعتنا، فبننبه على طول، عندنا على طول اتصال قنوات مفتوحة مع متخذ القرار في مجلس الوزراء وغرفة العمليات في مجلس الوزراء والسادة المسؤولين، بنقول يا جماعة خلي بالكم، انما احنا ما عندناش زلازل، مصر هادئة، واما الانحسار اللي حصل ده نتيجة عوامل التغيرات المناخية وعوامل المد والجزر، انا بقول لكم هيترجع ان شاء الله الامواج المياه دي المنحصرة في حدود من اسبوع لاثنين على اقصى تقدير. يعني طبعا انا بشكر حضرتك جدا على حسم يعني كل هذا الجدل وكل هذه المعلومات وبشكل علمي وبشكل يعني كمان سهل فهمه، فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا تحت مبسوطه أمر جدا حضرتك يا فندم، تحت أمر جزيلا شكرا حضرتك، تحت لحضرتك. أمر حضرتك، السلام عليكم، السلام عليكم. طبعا قبل ما اشكر حضراتكم بحب اكد على النقطه اللي احنا قلناها في البدايه، انه اكيد وسائل التواصل الاجتماعي بيبقى فيها يعني مصادر كتير، بيبقى فيها اراء كتير. فكره يعني الشخص الهولندي اللي كل الناس بتتكلم عنه ان هو تنبأ باكتر من زلزال، لكن احنا في النهايه بنقول الكلام العلمي، وعلميا ده ممكن يحصل بمعدل قد ايه. ومصر زي ما قال الاستاذ طه رابح انه مصر مش من الاماكن على الخريطه او على سطح الكره الارضيه اللي ممكن يحصل لها زلزال يتم الاستشعار بيه او نستشعره بشكل خطر لا قدر الله. ففي النهايه بنقول انه ان احنا يعني ننتبه لاستسقاء المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، وزي ما احنا بنعمل ان احنا نرجع دايما للمصدر الاصلي والتفسير العلمي لامكانيه حدوث او عدم حدوث هذا الامر. اخيرا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعه، ودايما كونوا معنا على مدار الساعه. Thank you.